أوكي، إحنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند اللي هو البيسكس، بيسك كونتينيوس تايم سيجنالز. هسا إيش إحنا راح نشوف؟ إيش اللي راح نجري على المتغير تي؟ إذن إيش اللي راح نشوف؟ راح نشوف اللي هو عبارة يونت ستيب فانكشن، يونت امبلس ديراك دلتا فانكشن، رام فانكشن، اكسبونينشال سيجنال، سينوسويدال سيجنالز. هذا ايش اللي احنا راح نشوف. اول شيء راح نبدا في اليونت ستيب فانكشن، اللي هو عباره يونت ستيب فانكشن، ذا كونتينوس تايم يونت ستيب فانكشن يو اوف تي شان بيلو از ديفايند. يو اوف تي، هذا اليو اوف تي ايش تساوي؟ تساوي واحد، هاي الواحد، هاي واحد، وين عند تي اكبر، تي اكبر، هيها تي اكبر، عفوا تي اكبر من صفر. اذا هاي هاي تساوي واحد، هاي شايفها، هاي تساوي واحد وين؟ لما تي اكبر من صفر، وتساوي زيرو، منطبقه على الزيرو وين؟ عند تي اصغر من صفر. هاي تي هون لقينا، هاي هاي تي، هاي تي، تي أصغر من صفر تساوي صفر، تي أكبر من واحد تساوي واحد. هاي على طول الفترة الزمنية واحد، هاي تساوي واحد إلى ما لا نهاية. هذه إيش اليونت ستيب فانكشن. شوف نوت، يو أوف تي إز ديسكونتينوس أت تي تساوي صفر. شوف عند تي تي تساوي صفر وين؟ هاي هون، هون تي تساوي صفر، هون تي تساوي صفر، هاي او هي تاي، خلينا نكتبها هنا، هاي تي تساوي صفر، هاي النقطة قديش قيمتها؟ واحد، هي ولكن مش مستمرة، ثابتة، لكن عند تي اكبر من صفر كونتينيوس سيجنال، هي كونتينيوس، هي هي كونتينيوس عند تي اكبر من صفر. اما عند تي تساوي صفر، عشان هيك احنا بنحكي عند تي اكبر او يساوي صفر نقدر نقول تساوي واحد، لانه عند تي تساوي صفر واحد، عند تي اكبر من صفر تساوي واحد، بس عند تي تساوي صفر discontinuous، غير مستمره. هذه الاشاره، اوكي؟ طيب شوف هون rectangular pulse، اشاره مستطيلة أو سكوير بارس، من بغض النظر السكوير أو ريكتانجولر. هسا شوف إيش أنا عندي، أنا هسا عندي كالتالي، عندي يو تي، اليو تي هون، هون هون أنا الصح، هون إيش يو تي؟ يو تي إيش هون تساوي؟ يو تي تساوي هون عند تي أكبر من صفر، هذه واحد يو تي، هذه هون واحد، هون انتبه كتابة أسرع، و U of T واحد، U of T، هذه الإشارة هون كلها قيمتها واحد U T، أوكي، واحد U T. كيف أنا الإشارة هذه كيف بعرف؟ بعرف ليش؟ لأنه أنا الإشارة هذه قديش قيمتها؟ واحد، هاي واحد، هاي واحد. شو الفانكشن يو تي؟ يونت ستيب، هاي يو تي، وين عند تي أكبر من صفر، هاي إذا هذه واحد يو تي عند تي أكبر من صفر. هون إيش قيمتها؟ هون زيرو يو أوف تي، زيرو يو اوف تي عند تي اصغر من صفر، زيرو يو اوف تي يعني صفر، زيرو انا عندي، اوكي. نيجي نشوف هون، نيجي نطلع، تعال نيجي نكتب هون مثلا، هون اول شيء انا عندي اشاره مستمره من صفر، عندي هون نيجي نكتب ايش انا عندي، شوف المعلومات اللي عندي، عندي هون تي، هنا تي
هاي تي. شوف هون عندي ايش؟ عندي تي اصغر من صفر، تي اكبر من صفر، تي اكبر من تي عندي، صح؟ هاي. فاذا نيجي نطلع هون ايش هسه انا عندي، نيجي النقطه هذه هون، هذه النقطه، هذه النقطه هون وهذه النقطه هون، بدي اكتبهن، بدي اكتب النقطتين هذول قيمهن، بدنا نكتب قيم النقط هذه. هاي هسه هون ايش نيجي، ايش هذا يونت ستيب؟ يعني يو ما دام شوف اليونت ستيب بتعطيك ايش؟ انه ريكتانجولار وسكوير ويف. شوف عندي هون هسه هون ايش هذا، ايش نوع الفانكشن هذه بي تي؟ ايش تساوي؟ ايش تساوي؟ واحد، هذه النقطة هون بدي اكتبها، هذه هذه النقطة ايش عندي؟ شوف هذه، هاي النقطة ايش عندي؟ واحد يو اوف تي، خلص هذه يونت ستيب، واحد يو تي قيمتها واحد. طب هاي هون ايش؟ كمان هذه قديش قيمتها هاي هون؟ نقطة واحد، هيا واحد نفس القيمة، واحد يو تي. هون ايش؟ طلع عندي هون، طلع يو تي تي ماينس تي كابيتال، طرحت هذه ناقص هذه المسافة، المسافة هذه تي سمول ماينس تي كابيتال. فإذا هون أنا عندي راح يكون ماينس تي كابيتال، ماينس تي كابيتال. نيجي نطلع، إذا هون الإشارة إيش إحنا كتبنا مباشرة؟ هون إيش؟ يو تي، واحد يو تي، واحد يو تي ماينس اثنين. طيب هسا ايش هذه الاشاره تساوي؟ تساوي مجموع الاشارتين هذول. لكن اطلع عندي، في عندي قاعده، هاي هون بدات الاشاره، هذه هاي هون بدات الاشاره، هون انتهت الاشاره، نفس الاشاره قيمتها واحد، مجموع البدايه ناقص النهايه بحط بينهم. اما إذا 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 بدأت إشارة جديدة، بدأت إشارة جديدة بحط بلس، بحط بلس. أما هون انتهت بداية إشارة ونهاية إشارة، إذا بينهن علامة ماينس، بطرح الإشارتين، فرق الجهد بين النقطتين. مش أخذته في النودال أناليسيس، اعتبر هذا فولتج، قديش كمية الفولت اللي هون؟ بدك تعمل إيش؟ حسب اتجاه التيار. إذا لو كانت النقطة جاي من هون لهون في هذا الاتجاه، بتصير واحد يو تي ماينس تي كابيتال ماينس يو واحد يو تي. متذكرين في واحد في اي وفي بي في النودال اناليسز اخذتوها سيركت 1، فهذه نفس الشيء. فاذا هذه ماينس، هاي هذه الاشارة هون. تعال نشوف هون اكزامبل عليها. هون عندي 0 و3، هذه النقطة ايش؟ واحد يو تي. هذه هون ايش؟ واحد يو تي، يو تي ماينس ثلاثة. بطرح المساحة هاي لأنه هي بدأت من هون. إذا هذه التي هذه ماينس التي هذه. هذه التي قديش قيمتها هذه لهون؟ ثلاث. إذا يو تي ماينس ثلاث. مفهوم؟ بينهن ماينس، بداية إشارة ونهاية إشارة. مفهوم؟ ماشي. يونت امبلس فانكشن، يونت امبلس فانكشن، هذه إشارة اللي هي دلتا ديراكس فانكشن، دلتا اوف تي تساوي زيرو، فور تي لا تساوي زيرو. فعلا طلع هون، انا هون عندي هون تساوي زيرو، هون تساوي زيرو، هون تي لا تساوي زيرو، وهون تي لا تساوي زيرو، لها قيم لكن دلتا فانكشن تساوي زيرو. ودلتا فانكشن عند تي تساوي صفر لها قيمة، لا تساوي صفر، لا تساوي صفر.
شوف واحد احنا بناخذ عباره ايش عن الاريا، يعني هاي المساحه تاعتها. فاذا هون ايش احنا عندك اللي هو دلتا فانكشن. اذا الدلتا فانكشن هي بتمثل قيمه معينه، يعني ممكن يكون هون، ممكن يكون هون عادي، هون صفر هون صفر، لكن عند هذه القيمه لها قيمه هيها. عند هذه عند تي تساوي هذه النقطه لها قيمه كذا تساوي هيها. لكن هون صفر وهون صفر قبل وبعد النقطه هذه الفتره الزمنيه تساوي صفر. اوكي هذا ايش بالنسبه للدلتا فانكشن. نشوف العلاقه ما بين الدلتا واليونت ستيب. دلتا فانكشن دلتا فانكشن هذه اللي بسموها السبارك، الومضه عندك السبارك. اوكي فاذا خلينا نشوف العلاقه ما بينهم. ريليشن شيب بتوين يو اوف تي اند دلتا اوف تي. Delta of t is the first derivative of u of t. إذن الدلتا فانكشن هي عبارة المشتقة الأولى لليونت ستيب فانكشن. هي عبارة إيش اللي هو المشتقة الأولى. إذن لو كان عندي u of t يعني هذه هون هذه u of t لو اشتقيتها أحصل على دلتا. بحصل على الدلتا فانكشن. لو اشتقيتها بتحصل على الدلتا، لانه هذه يو تي فانكشن. مشتقة اليو تي بتعطي دلتا فانكشن. طيب، لو بدي يو تي عندي دلتا فانكشن وبدي يو تي. بدي افك التكامل، هذا الاشتقاق بكامل الطرفين، بكامل هذه وبكامل هذه. بتروح المشتقة مع التكامل بتصير يو اوف تي تساوي تكامل دلتا تي. هاي عكسه، لانه انا اذا بدي عندي مشتقه بدي اطلع قيمتها بكاملها. اوكي هذا ايش بالنسبه مفهوم هنا، مفهوم ايش الدلتا فانكشن. دلتا فانكشن اللي هي اليونت ستيب، عفوا الدلتا فانكشن اللي هي السبارك زي الومضة، يم في لحظة من الزمن في لمح البصر تطلع إشارة وبتختفي مباشرة. مباشرة بتفتح وبتطلع وبتختفي مباشرة. اليونت ستيب لا، بتكون مستمرة لفترة زمنية فبتكون إشارة، فأنا بشوفها إشارة مربعة، إشارة مستطيلة، تريانجولار ويف، سو توث ويف، بشوفها بشكل معين. بس اكثر شيء انا بشوفه وين؟ في السكوير والريكتانجولار ويف، اشاره مربعه والاشاره المستطيله. اوكي؟ اذا كملت الدلتا تي بحصل على اليو تي، اذا اشتقيت اليو تي بحصل على الدلتا تي. اذا الهن علاقه في بعض. ثنتين. ماشي. نشوف الاكزامبل هذا. اوكي مفهوم قبل ما نبلش الاكزامبل؟ فكرتهن مفهومه؟ طيب في عندك الاكزامبل a given signal x of t and its derivative. x of t تساوي عندي هون ut u 2 ut زائد 3 plus 3 ut minus t minus 2 minus 4 ut minus t. اوكي شوف احنا عندنا هسه في شغله بدي اوريها في اليو تي في اليونت ستيب. خلينا نرسمها هون. هاي لو رسمنا هون هذه هون واحد
ماينس واحد هاي. هذه هون واحد. يوتي هذه إشارة. هسا تطلع أنا بالنسبة لهذه. هاي أول واحدة هاي. هسا بالنسبة للإشارة هذه أنا بدي أخذ هاي. هذا هاي ايش هذه؟ شوف انا عندي القانون الاساسي لليو تي، القانون الاساسي هيو يو اوف تي ماينس اي. هو اصلا ايش؟ هو اصلا ايش؟ طلع ماينس الكونستانت اي، بغض النظر شرط بلس ماينس. هاي ممكن نعملها هيك بلس ماينس، هاي بلس ماينس اي. اذا شوف كيف هاي اليو تي تي بلس ماينس اي. هسه شوف وين اي. هاي اي هذه تي اي هاي هذه اي هذه قيم اي هذه قيم A وهذه قيم A. هسا لو جيت عوضت هون. جيت عوضت بدل A ناقص واحد. إذا بدأ تصير T ماينس ماينس واحد يعني T زائد واحد. هون هذه معنى هذه هون. هون إيش راح تكون؟ U T زائد. خلينا نكتبها هيك. حتى تكون واضح ماينس ماينس واحد. إذن تساوي يو تي زائد واحد. هون أنا عندي لهاي هاي نكتبها يو تي ماينس واحد. إذن هاي تساوي إيش؟ فك القوس يو تي ماينس واحد ماينس واحد. طيب إذن هذه الإشارات أنا اللي عندي هاي. هذه التي لما تكون زائد واحد معناها ماينس واحد بالماينس، لما تكون ماينس معناها بالزائد معناها في الرايت سايد، أما لما تكون بلس في الجزء السالب من التي ناحية اليسار. مفهوم؟ نرجع هون عشان الإكزامبل. إحنا إذن نجي نطلع هسا لو بدي هيك بس بشكل سريع اعمل هذول. هاي مثلا هاي هون ايش؟ هذه هون ماينس ثلاث، هون اثنين، هون ستة. شايف أنا بطلع وين على الفترة الزمنية قاعد هسه؟ هاي على هذه أنا. هاي يعني خلص هذه هون عند تي تساوي ستة، عند تي تساوي اثنين، عند تي تساوي ماينس ثلاث، عكس الإشارة عكس الإشارة. ماشي. شوف افرض أنا هسه بدي اكتب هذه المعادله. هاي افرض هذه المعادله انا مش عندي. هاي ها هيك هاي انا مش عندي. السؤال ممكن يعطيك المعادله هذه يقول لك ارسمها، ممكن يعطيك الرسمه يقول لك هذه اعملها وبعدين حل. انا هسه بدنا نشوف كيف بدنا نرسم اليونتس هذه المعادله، نشوفها كيف. شوف هسه عندي أول شيء بكتب عند النقاط، باجي على النقاط، هذه نقطة. حدد النقاط أول شيء. أول شيء بدي أحدد نقاط.
هاي هاي نقطة بدك تكتب قديش شو تساوي. هاي النقطة مع هاي ايش تساوي؟ هاي النقطة شو تساوي؟ ماشي؟ هاي النقاط اللي عندي موجودة. اذا هسا ايش بدي اجي اكتب عن كل واحدة. هاي هون وهاي هون. هاي كل واحدة تكتبن. نكتب قيمتن زي ما تعلمنا هسا قبل شوي. نيجي بنكتب هسا. بدي اكتب ايش؟ النقطة هذه. ايش هذه النقطة؟ قديش قيمة النقطة هذه؟ اثنين. هايها. اثنين. معنا بكتب اثنين قيمتها. شو شكلها؟ مدام مربع وهذا يونت ستيب. يو. يو معنا راح تكون اوف تي ماينس ماينس ثلاثة يعني زائد ثلاثة ماينس ماينس ثلاثة يعني تي زائد ثلاثة. باجي عند النقطة هذه شو قيمتها هذه؟ هذه هون شو قيمتها؟ تعال نكتبها هون. شو قيمتها هذه؟ هون هي خمسة. خمسة وش هنا؟ يو تي قديش القيمة هاي هون؟ اثنين. تي ماينس زائد اثنين يعني ماينس اثنين. تي ماينس اثنين هذا صح؟ سؤال. أنا اللي كتبت، أنا كتبته هون متعمد بعيد. إذا بدك تقول لي غلط بدك تقول لي ليش. هسا هذا صح؟ خمسة يو تي النقطة هذه، هل النقطة هذه تساوي خمسة يو تي ماينس اثنين؟ هذا صح؟ لا دكتور غلط، لأنها طالعة من عند الاثنين. لو كانت خمسة يو تي حتكون عند السبعة الأقصى قيمة عندها. أيوة معناه لأنه هذا الإشارة هاي اللي هون بدأ الصفر تاعها هون، معناه بدي أطرح الخمسة ناقص اثنين ثلاث. فإذا بتكون إيش؟ هاي لازم تكون ثلاث. إذا راح تكون نعم صحيح. إذا بتصير ثلاثة. هاي ثلاثة يو تي ماينس اثنين. الزمن ما في مشكلة عليه، بس القيمة شايف هاي ثلاثة هاي، لأنه هاي عد من الاثنين صح؟ مهم بلشت من هون. عد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة يونت. الصفر تاعها اثنين. بدنا نطرح خمسة ناقص المسافة هاي اللي هي اثنين بضل ثلاثة. إذا ثلاثة يو تي ماينس اثنين. أوكي؟ طيب نيجي هون. هون. هون نفس الشيء. هسا إيش قديش قيمتها هذه؟ خمسة. ولكن طلع هون الصفر تاعها من وين بادية؟ من عند واحد. إذا خمسة ناقص واحد أربعة. إذا راح تكون أربعة يو تي ماينس زائد ستة ماينس ستة. هيا تعال نيجي نكتبان هذه إكس أوف تي. هسا بدي أكتب المعادلة هون. دكتور طبعا. مش مفروض تكون سالب أربعة؟ سالب أربعة. أنا هسا ما حطيت، أنا هسا ما أنا ماشي ستيب باي ستيب كيف تكون المعادلة. خليك لسه ما جيت انا بالاشارات اللي بينن. اوكي هسا احنا بس فهمنا كيف نحط قيمه الاشاره، انه ننتبه من وين الاشاره مبلشه، من الصفر، من الاثنين، من الثلاثه، من الاربعه. بس عرفت؟ خلي هسا مش هسا خلينا اول شيء بس نكتب هسا. شوف راح اكتب هذولا. عندي اول نقطه ايش وجدتها هي 2 يو تي 2 يو تي زائد ثلاث. أكد فراغ الإشارة هذا. النقطة الثانية ثلاثة يو تي اثنين. ثلاثة يو تي ماينس اثنين. تركت فراغ. أربعة
يو تي ماينس 6. خلص طلع هون انت تقريبا 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 صرت 90% جاهزة المعادلة، 90% صرت تقريبا مجهز كل شيء. طب هسه تعال اطلع هون، هاي بدي احط الاشاره. هسه ايش احنا حكينا؟ بدايه اشاره ونهايه الاشاره ماينس نهايه اشاره مع بدايه اشاره جديده بلس. تعال نجي هون، هسه هون نطلع الاشاره هذه مثلا، هذول الثنتين، هذه الاشاره هاي بدايتها وهاي نهايتها، انتهت. شو بينهن؟ ماينس. ماشي. تعال على الإشارة هون، هذه بداية إشارة وهاي نهايتها ماينس، ولكن نهاية الإشارة إيش صار فيها؟ ارتفاع. الارتفاع إيش بدل؟ بوزيتيف. إذن إشارة بين نهاية الإشارة مع بداية إشارة جديدة إيش؟ زائد. خلينا نجي نقول إيش هذه ظلت ماينس هون، لكن هون ايش النقطة هذه؟ هون صار ارتفاع، الارتفاع ايش؟ بلس. اذا هذا بلس. شوف هذه النقطة هون لو ما حطيت هون بين هون ايش نهاية الاشارة شو صار؟ هبوط، صح؟ الهبوط وين؟ ناحية الماينس، فاذا ماينس. تعال شوفها نفس اللي عندك هون، بس حتى أوريك كيف طلعت نفهمها. إحنا هذا هسا لسه ما حلينا الإكزامبل، أنا بوريك كيف ترسم، بذكرك فيهن. هاي نفسها نفسها مفهومة. في أي سؤال عليها؟ لأنه إحنا إذا بتتذكروا في السيركت عشان البلس والماينس، إذا كانت الإشارة في ارتفاع إذن هذه زائد، إذا لما تنزل ماينس. هنا في ارتفاع صح؟ إذا هذه النقطة إشارتها زائد، هذا إيش؟ هبوط. إذا هذه إشارتها ماينس، هيا ماينس وهذا بلس. أوكي؟ حتى هذه وين؟ في سيركت 2 الفيزرز، لما تجمع الفيزرز، مش لما بترتب بتقول آي 1 زائد آي 2 زائد آي 3، بعدين بتلاقي المتجه بنزل لتحت بقول ماينس اي 3، صح ولا لا؟ مش سيركت 2 هذا اخذتوها؟ اخذتوها. ماشي، هسه ايش؟ خلينا نرجع لحل الاكزامبل. هسه اذا كانت انا عندي هذه هون رسمه، بقدر اكتب الفانكشن هذه، مع انه في رياضيات هندسيه اللي اخذ عندي رياضيات هندسيه واحد في لابلاس ترانسفورم شرحتها هذه كيف الرسم تحولها لفانكشن وبعدين تاخذ اللابلاس، نفسها كانت تقريبا. اوكي مفهوم. ماشي، خلينا هسه ايش نيجي نشوف. بدي هذا كله اشيله، هسه نيجي على السؤال. A given signal x of t and its derivative. هسه ايش بدي؟ بدي السيجنال هذا مشتقته ايش؟ لما بشتقه معناها ايش؟ تسوي دلتا اوف تي، دلتا اوف تي. شوف انا بقدر مباشره من الرسمه اذا بدي. شوف افرض انا ما اول احتمال بدي اقول لك ما اعطانيش هذه، هذه أعطاني الرسمة، قال لك ارسم لي إياها. إذا قال لك اكتب لي المعادلة، تكتب هذه وبعدين بتحولها. هسا خلينا نشوف الرسمة كيف، هاي كيف بده يصير. هسا إيش النقاط اللي حددناهم بالأول؟ هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث. طلع هاي هون، بلاش في هذا الخط، خليها هيك حتى تكون واضحة. هاي
هاي مشتقته طلعها. مشتقته بده يعطي دلتا، مش نشتقه عادي احنا زي ما مشتق، لا انسها، احنا هون هسه بدنا نشتغل اشي ثاني. هاي هيك طلع ايش هسه هون عند ماينس 3، شوف نفسه على الاكسس نفسه عند ماينس 3 قديش قيمه الاشاره؟ 2. هاي 2، هاي بحط بجنبها 2 لانه هذا الاكسس، هذا هاي 2. عند 2 قديش الاشاره؟ مش 5، 5 ماينس 2 3، هاي 3 كتب الثلاث لانه هون راح تكون قيمتها 3. عند 6 قيمتها قديش؟ هبوط لانها ماينس 5 زائد 1 ماينس 4 نزلت لتحت، هيا هذه ماينس 4. هيك شوف انا وجدت دلتا فانكشن من اليونت ستيب اللي هي مشتقه الاكس او كالتالي. في عندي ايش هسه نيجي نطلع من المعادله كيف بقدر اعمل من الرسم، شفنا كيف بيصير. تعال من المعادله هون، هاي من المعادله، شوفي عندي مشتقتها الاثنين ضل زي ما هي، اليو سير دلتا فتره الزمنيه ما بتتغير، هيها زي ما هي، ثلاثه بتضل زي ما هي، اليو سير دلتا فتره الزمنيه بتضل زي ما هي، اربعه بتضل بتنزل زي ما هي، اليو بتصير دلتا الفتره الزمنيه بتضل زي ما هي. اذا هي نفس المعادله بس بقلب اليو تي، اليو دلتا بقلبها خلص، وبتصير هي هيك عبارة عن دلتا اوف تي او اكس فتحة اوف تي بتصير عندي. تعال هون اطلع ارسم هون، انا ما بحكي دلتا معنى برسمها واحدة هيك، قيمتها اثنين وين؟ هاي قيمتها اثنين، هاي اطلع كيف لو بدي اتبع هون، هاي اثنين دلتا، هاي دلتا اول واحدة عند اي فترة زمنية، هاي ماينس ثلاث، ماينس ثلاثة عند ماينس ثلاث قديش قيمتها؟ اثنين، هاي اثنين نفس الشيء عند اثنين دلتا قديش؟ مدام دلتا بحط خط واحد، هسه هون صفر هون صفر هون صفر هون صفر، فقط عند اثنين عند تي تساوي اثنين دلتا تساوي ثلاث، عند تي تساوي ستة دلتا تساوي ماينس أربعة، عند دلتا عند تي تساوي ماينس ثلاث دلتا تساوي اثنين. ما في فترة زمنية، هذه ثابتة ثابتة، مفهوم؟ في أي سؤال عليه هذا؟ كله مفهوم؟ ماشي. خصائص اليونت امبلس، اول شيء السكيلد، السكيل اللي هو انت بتضربه في قيمه معينه بالتكبير او التصغير، كي اوف دلتا تي، هاي كي هسه كي بتنضرب في هذه في دلتا، يعني اي قيمه ضربتها في بتضاعفها، افرض هذه يو دلتا اوف كي اوف دلتا تي بتصير 2 دلتا تي، اذا دلتا تي قيمتها 5 اذا 2 في 5 10 كبرت، او نص بتصير ايش 5 على 2 2 ونص، هذا المقصود فيه الكي سكيل، احنا بنسميه سكيلد امبلس فانكشن اللي هو كي هذا ثابت قيمه بضربها في الفانكشن، يعني هيو اذا انا عندي ضربت الدلتا تي في 5 اذا مشتقه اليو بضربها في 5 لان المرتبطات مع بعض، هذول مرتبطات مع بعض. في عندي سامبلينج بروبابيلتي اللي هو العينه، خاصيه الاخذ العينه راح تاخذوها في الديجيتال كوميونيكيشن. هسه انا ايش عندي؟ اكس اوف تي، هاي اكس اوف تي، اكس اوف تي هاي هنا اكس اوف تي، لما تصير اكس اوف تي ماينس تي نوت
كأنك تجي بتأخذ عند هاي النقطة عند تي هاي تي ماينس تي نوت، يعني عند النقطة هذه هذه اكس اوف تي نوت دلتا تي نوت، يعني الدلتا تي هذه هون بتوريني موقع إشارة اكس اوف تي عند أي قيمة أخذتها، يعني هي عبارة عن شيفت، عبارة عن شيفت. طلع هون اكس اوف تي صارت اكس اوف تي نوت، اكس اوف تي في دلتا تي ماينس تي نوت هون. لو قلت تي زائد تي نوت راح تصير هذه زائد تي نوت هون، زائد يعني ماينس هون تي نوت. إذن هذه اكس اوف تي في دلتا تي ماينس تي نوت، ماينس تي نوت. هذه ايش مسمي؟ اخذ العينة. عندك شيفتنج بروبرتي اكس اوف تي دلتا تي ماينس زيرو دلتا تي، هي التكامل هاب، اذا هي نفسها تساوي اكس اوف تي عند تي نوت، لانه هذا بتوريك الشيفت وين، انه اكس اوف تي وين موقعها عند تي نوت، يا بكتبها بالشكل هذا او هي نفسها بتساوي اكس اوف تي نوت، لان صارت قيمه اكس عند النقطه هذه عند تي نوت، طرحتها من الزمن كامل بس عند النقطه هذه انا بدي. اوكي، اذا شوف هون انا عندي اكس اوف تي دلتا تي ماينس تي نوت دلتا تي من تي واحد لتي اثنين، اذا اكس اوف تي نوت ايش تساوي؟ تي نوت اكبر من تي واحد واصغر من تي اثنين، شيء طبيعي. تي نوت لازم هذا الشفت لازم تكون هذا، لانه هذا حدود الاشاره، افرض هاي هذا السيجنال تاعي هون، تي نوت لازم تكون هون تي نوت بين تي واحد وبين تي اثنين، اكبر من تي واحد واصغر من تي اثنين، علشان احصل ايش؟ انه هذه تساوي اكس اوف تي دلتا تي تساوي اكس اوف تي نوت. اما اذا كانت لا تقع بينهن اذا التكامل هذا يساوي زيرو السوير، ما عدا هذا كله يساوي ايش؟ بيساوي زيرو. شوف عندك example evaluate each of the following integrals. عادي أخذنا هذه إيش؟ هذه تي نوت، هاي هذه هون تي نوت هذه هون إيش؟ تي نوت إذن أنا إيش عندي؟ وين الاكس اوف تي؟ هاي الاكس اوف تي، هذا شفت، بدل تي بدي اعوض تي نوت، بتصير ماينس ثلاثة ماينس ثلاثة في ماينس أربعة اللي هي هذه الأربعة زائد، هي تي ماينس أربعة لكن تي نوت تساوي أربعة زائد أربعة، إذا بتساوي ماينس 12. إذا لما اكس عند تي نوت اللي هي تساوي 4 اكسبونينشال ماينس 12، هنا اكسبونينشال ماينس 3 تي كيف طلعت سالب 12؟ ما هو ما بدي اعوض هون، ما وين الفانكشن؟ هاي الفانكشن، هذه اكس اوف تي، هذه اكس اوف تي. اوكي اكس اوف تي هذا ايش؟ شيفت، هذا بوريك وين موقع هذه. هسا وين موقعها؟ بقول لك هذه موقعها عند تي تساوي 4، اذا ايش بدي اعوض تي؟ ايش؟ 4 هاي. اه وصلت ماينس 3 في 4 ماينس 12. طيب نيجي هون نفس الشيء، تي نوت 4 ماشي، اذا بعوضها بتطلع ماينس 12. طب هون صفر بتطلع ليش؟
لأن هات من خارج الفترة. من أيوة. لازم لازم تي نوت تكون أكبر من 6 وأصغر من 10. لكن هي وين؟ أصغر من 6. أكبر طلعت أصغر من 6. أصغر من 6 يعني هون. يعني مش ضمن إشارتي طلعت هون. الفترة هاي. إذن هي مش ضمن إشارتي. إذن صفر. هذه لازم ننتبه لها. أوكي؟ يعني أنا قبل ما أطلع بشوف الفترة الزمنية. 4 تقع من ماينس ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. نعم. إذن على طول بضربها في ماينس 3 وبطلع الناتج. 4 تقع بالفترة من بين ماينس 2 و10 تقع. ضمن الإشارة تعطي. إذن بضربها وبتطلع ماينس 12 أو 12. ماينس 12. هذه هون الأربعة بتقع بالفترة لا معناها صفر. هذه إيش؟ ماينس 4 هذه. لأن ماينس لازم تكون أساس. ماينس ماينس. ماينس 4 بتقع من ماينس 10 لماينس نعم تقع. إذن ماينس 4 في ماينس 3 زائد 12. وصلت؟ طبقنا القانون هذا إحنا. وينه هيو؟ هاي الخاصية. طبقناها. أوكي؟ في سؤال عليه هذا؟